مساء الخير. ممثل رئيس مجلس جهة فاس مكناس، السادة سفراء الدول الصديقة الحاضرون معنا، السادة رحبا، السادة ممثلو الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، السادة رجان الكرام، كل باسمه وصفته. لم ينسها قط هاجسها الأول الذي يتجلى في الوفاء الصعيد الثقافي الوطني، وبناء على ذلك تم وضع خارطة الطريق تمت بلورتها في المرحلة الأولى في عقد برنامج يا رب الله 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 يا رب الله